ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نلقاكم بخير. في الوصفة تاع اليوم مسلين تاع الخروف في الفرن بالخضر، تجي بزاف بنينة. تابعوني بتشوفوا كامل الوصفة. هنا بالنسبة للمقادير عندي ياورت ناتوريل، ملعقة تاع المطارد، ثوم 4 فصوص ثوم، هريسة حلوة، كركم وملح. بالنسبة للتوابل المناسبة عندي لهنا لوتان، زعترة. نبدأ على بركة الله. أول حاجة نديرها هي نفتح هذاك الماء في المسلان بالطريقة هذك باش التوابل يدخلوا بيان. انا بعد ما فتحت على هذه الطريقه كما تشوفوا لهنا نحط الملح هو الاول داخل، نملحو بيان. هنا فلفل اسود، من الجهتين بسم الله. هنا نبدا نحط عليه كامل التوابل ونخلطهم ديريكتومون فوق السطح بسم الله. نبدا بالهريسة، ممكن تخلطوهم كامل مع بعضهم ومن بعد تحطوهم. المطارد، هنا ممكن هذه اليوغورت ناتوريل اللي ما عندكمش تعوضوها بالبن، راهو يعطي واحد الطراوه هايله للحم. الثوم، الكركم، فوالا خلطهم كامل. يجي البنات واحد الطعم يعني ما شاء الله، يجي بزاف بنين. بنفس الطريقة نقدر نحطوه في لاكوكوت ولا في الفرن. فوالا شتو الطريقة جد سهلة. من بعد نروح بيدي فوالا نغلقو هكذا، نحط فيه لوطا من الداخل من بعد ما يتحرقش. نغلق عليه هنا. شعلت الفرن على 220 درجة مئوية باش يسخن من الاول وبعد باش نحطو. نجيب البلالح نحطه فيه بسم الله. البنات هنا راح نغطي غير بالبابي سولفيريزي ونحطه في الفرن. كما شفتوا لهنا ما نضفتش الزيت باسكو مسلان ديجا فيه الكغا فيه الشحمه. نخليه لهنا مده تاع واحد 30 دقيقه ونجبدو ونحطو مع الخضر باش يكملوا طياب. فوالا هنا البنات بعد 30 ثانية نحي عليه. هاو كيفاش نلقاو. هنا راح نبدلو البلا باش نحط معاه الخضرة. هنا نجيب كيما شتو البلا حطيت فيه شوية زبدة وخليته كيما راكم تشوفوا ما شاء الله. هنا راح نحط الخضر، نحط هكذا كاملين، نحط بطاطا. انا البنات انا وجدت معاه البرغل، يعني من احسن كي تكون عندكم الخضره هكذا
الناس اللي تفضل تاكلوا غير بالبغل تخلي البغل ما تحطش البطاطا. انا هنا حطيتهم لي دو، يبقى الاختيار كل واحد. هنا ثوم نحطه هكذا، نغسله ونحطه، الفلفل ما شاء الله، هذا الفلفل يعني كي لقيته هكا قلت لازم نشريه جديد. نضيف الطماطم، وهذيك لاصوص اللي بقات لي شوفوا نحيتها لهنا، نحيتها من البلا، ندهن بها هنا ونعاود نردو باش ما يجيش ناشف. ونحط فيه عليه شويه ملح وفلفل اسود ونردو واحد 15 مينوت حتى 20 مينوت. صح نسنيوه مانيش حنا غطاها، نخليها هكذا طيب. يا سلام، شوفوا كيفاش طري.